في إطار محاربة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بإقليم الولاية، وبعد التنسيق مع النيابة المحلية وبالاستغلال الأمثل للمعلومة، تم وضع خطة محكمة مكنت من مداهمة المسكن الخاص بالمشتبه فيه، أين أسفرت نتائج التفتيش عن ضبط وحجز ما يلي 3 أسلحة آلية من نوع كلاشينكوف، بندقيتين مذخيتين خاصيتين بالصيد بالإضافة لحقيبة عسكرية، كمية كبيرة من الذخيرة الحية من مختلف العيارات، كمية جد معتبرة من المؤثرات العقلية قدر عددها الإجمالي ب 141 ألف كبسولة، كمية من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين قدر وزنها الإجمالي ب 600 غرام بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر ب 15 مليون و 196 ألف دينار جزائري.